اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، يسعدنا ان نتواصل نحن واياكم برنامجنا صباح الخير. طبعا مشاهدينا الاعزاء، بالفتره الاخيره كان هناك تعليق للدوام، اضرابات، عدم انتظام المدارس في الدوام. نرى مدى تاثير ذلك على الطلبه، على الطالبات من نواحي نفسيه، اجتماعيه، التحصيل الاكاديمي. يسعدنا ان يكون معنا في الاستوديو الاستاذ هشام شناعه، المرشد التربوي في التربية والتعليم. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا فيك، صباح الخير إليك، صباح الخير لتلفزيون الفجر، طبعا صباح الخير لفلسطين وللقدس، للأسرة القدس والأسرة الأسيرين. صباح الخير لطول الكريم، لأهلنا، لطلبتنا الأحبة، لمعلمينا البواسل اللي حقيقة دورهم نضالي وطني رائع في معمعان دولتنا المستقبليه ان شاء الله، والازمه الماليه والاقتصاديه. نعم، بكل تاكيد. استاذ هشام، لقائنا معك ونسلط الدور، تاثير ذلك على الطلبه، على الطالبات، كيف بيكون النواحي النفسيه، سلوك، تصرفات، سلوكيات الى اخره، كيف نراها؟ حقيقة يعني لما بلغتوني في تلفزيون الفجر يوم الأربعاء إن نكون معكم، كان لحسن حظي ولحسن الحظ كمان إنه كان عندنا الاجتماع الدوري للمرشدين، فتحدثنا عن الموضوع، وهون أنا موجود الآن باسمي وكمان باسم قسم الإرشاد مديرية التربية والتعليم في الكريم، وعملنا حتى عصف ذهني للموضوع إن كيف نحكي عن هذا الموضوع بحيث إنه يكون شامل. كلمة إضراب تعني أنه خروج عن المألوف في الروتين الدوامي والاعتيادي، وبالتالي نوع هو بشكل نوع من الدربكة والخلولات في الدوام. إذن من الأهمية أن نوقف عند هذا المحل ونبدأ نحكي في الخطط البديلة مشان نعوض هذا الموضوع. موضوع الإضراب أكيد حق للناس اللي بيشتغلوا فيه، لكن تأثيره أكيد بدي أبدأ مش على الطلبة وأهاليهم، بدي أبدأ من المعلم. بكل تأكيد زملائي المعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات وجميع طاق وكادر التربية والتعليم، هم يؤثر عليهم نفسيا بداية في أنهم ما بتوجهوا لعملهم. بالإضافة لأبنائهم الحقيقيين، أول شيء أبنائهم هم ما بتوجهوا للمدارس، بالإضافة لأبناء أبنائهم الافتراضيين اللي هم كمربيين فاضلين لهذول، ويعتبر تعتبر المدرسة البيت الثاني للطفل. وبتوقع أنه إحنا عند هذا المحل وبأماني. على الطلبة بكل تأكيد النفس الإنسانية ميالة للراحة، فكيف لما نحكي عن أطفال لسه لم يبلغوا من النضج الذهني؟ إذن بالتالي هم بيميلوا للراحة أكثر، بيميلوا أنه يروحوا على العطلة أكثر، بالإضافة أنه كديش أنه في عنا فكرة أنه الطلبة كديش بحبوا المدرسة أو بملوا من المدرسة أو ما إلى ذلك، لأسباب متعددة طبعا، أهمها بعد المسافة في التعليم، موضوع الإنجاز. فهدف أن نركز على موضوع الإنجاز في حياة أطفالنا من خلال الأهالي. التأثيرات بكل تأكيد أنه بما أنه الطلبة بروحوش على المدرسة، بالتالي بروحوا باتجاه الانفلاش عن موضوع التعليم. بيجهن دور الخطة البديلة اللي هم الأهل. قبل الخطة البديلة والأهل، أستاذ هشام، إيش ممكن تظهر على الطلبة من سلوك وتصرفات ربما تكون سلبية بالغالب؟ في أغلب الأحيان الطلبة بيروحوا لعدم الانضباط المنزلي وكمان المدرسة بالمستقبل. إنه يعني في نوع من تناقض في الأدوار، في المفاهيم عندهم، بأنه يعني يمكن حاملين فكرة هم ليش في إضراب؟ لأنه فيش رواتب. القضية بكل تأكيد أعمق من هيك، لكن هم حاملين الفكرة هيك، وحتى يمكن بعرفش كيف بدعوا، كيف بفكروا، لكن هي حقيقة بتروح باتجاه الآن من ناحية سيكولوجي، أنا بحكي من نفس اجتماعي أكثر، سلوكيا بروحوا للانفلاش أكثر، للفوضى أكثر، لعدم يعني في سلوكيات جديدة بتظهر عليهم، عدم الالتزام، أيضا التهرب من المسؤولية، عدم وضوح في رؤية المسؤولية الاجتماعية، الحق والواجب، إنه إلنا حقوق لكن ما بدنا نترجمها، هو حقه التعليم. من حقي أنا أتعلم لكن ما بديش يعني أتعلم. ممكن يحمل الدراسة؟ بكل تأكيد، إلا إذا كان إلا من رحم ربي، وهون الرسالة المهمة تكون اللي هم أولياء الأمور، قديش انهم يكونوا عند هذا الموضوع، بانها توضح الصوره لإلهم انه الاضراب هذا بخص شريحه وهو حق لإلهم، لكن انتم ما بعنيكم. وهون على فكره بالمناسبه كمان من الخطط البديله، يعني بدي احكي عن تجربتي الشخصيه، انه بدات انا والست اسمهان العزوني مدير العلاقات او رئيس قسم العلاقات العامه بمديريه التربيه والتعليم في موضوع نساء قارئات،
بدنا ننقل الامهات في البيت ان نشركهم، يمكن تكون رب ضاره نافعه بانه اجت هذه الفكره انه نجيب الامهات نعودهن يصير عندهن عاده القراءه الذاتيه. لما الطفل بشوف بالبيت امه قاعده بتقرا يمكن تنتقل هذه لإله، وهذا بيكون شيء رائع. فحقيقه مهم جدا انه الاهل يبداوا يطلعوا. يمكن هنا نحكي انه طيب هم الاهل بامكانهم انهم يعلموا ابنائهم. التعليم اليوم اكبر من انه يكون فقط من كتاب، التعليم هو الحياه، كيف نضبط سلوكياتهم، نعودهم على مثلا صحو بكير، كيف نعودهم على نظام القراءه في البيت المفيده الحقيقيه من خلال مثلا موضوع الانترنت وهذه الامور. نعم استاذ هشام، يعني من خلال ايضا ما كنا نقوم به من نبض شارع وغيره الى اخره، كنا نلاحظ على الطلاب في الشوارع لفترات طويله ربما على الانترنت وما شابه، ايضا بعض المسلكيات والتصرفات للطلاب، ايضا الجلوس على الشوارع الى اخره. كل هذه الامور كانت تصاحب الطلاب في خلال عدم الالتزام في الدوام، وربما يكون هناك دوام ثم ثلاث حصص وروحوا إلى آخره. كل هذا كان هناك نوع من الإرباك لدى الطلبة ولدى الأهل أيضا. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود والتعليق والملاحظات عليه. إذن تابعونا وكونوا معنا. روحونا يعني ما أخذنا غير ثلاث حصص حصتين، ودائما نكره التلفزيون انه دوام عادي ورسمي وبيضحكوا علينا. شو بعدين بالاضرابات نتعلم احنا. احنا من مدرسة اجنديين، روحونا بدري عشان الاضرابات، واحنا بنعرف انه اليوم دوام عادي بس هم بيضلهم يضربوا عنا الاساتذة عشان الرواتب. دوامنا دوام عادي بس اليوم الاساتذة كليتهم مضربين بدهم مش يداومون، ثلاث حصص داومنا ولا استاذ راضي يداوم. اليوم روحونا بسبب الاضرابات اللي تحصلت في المدرسه بسبب حجه الرواتب، واحنا بنطالب المسؤولين انهم يحلوا هاي المشكله باسرع حل قريب ان شاء الله وشكرا. اكيد لما يروحوا المدارس، لما يروحوا اولاد المدارس من المدرسه بدري بدهم يضيعوا، بدهم يلعبوا، بدهم يعني انا ممكن إن مثلا انه ابني في المدرسه فاروح فجاه على البيت لك مش في البيت، اكيد بده يدور في الشوارع، فهذا شيء مضر في الاطفال وفي الاولاد كافه يعني بالجميع. قضيه الرواتب هي قضيه عامه وليس قضيه معلمين فقط، هي قضيه سياسيه بحته في حجز الاموال الاسرائيليه عن السلطه الوطنيه، هاي من جانب. من جانب اخر يعني انا بشاهد التلفزيون عده مرات وبسمع من المعلمين انه هو تراكم للسنوات السابقه، طيب الطفل او الطالب السنه القادمه بده يلاحق الماده اللي اخذها بالسنه اللي سبقت، كيف بده يكون؟ ضغط الطالب، ضغط على الاهالي، يعني صار الشيء لا يطاق، لا يحتمل، يعني احنا مع مطالبهم الشرعيه ولكن مش بالصوره هاي، اضرابات يوميه، ناسف لانه بطلوا حدا يلتزم مع اتحاداتهم، بطلنا نعرف هم مع الاتحاد، هم ضد الاتحاد، لا صارت الاضرابات هي هوايه وليس مطلبه. تاثير سلبي جدا على الطالب بما يؤدي الى يعني الطالب يهمل في دروسه ومستقبله. هسا شو الاسباب؟ طبعا ما هي معروفه بديش كنت اشرح لك فيها. هي الاسباب هي اللي ادت لاهمال الطالب هي الوزاره التربيه والتعليم. اللي حل المشكله هاي مش عن طريق بالشكل هذا. اذا استاذ هشام، من خلال ما شاهدنا وشاهد المشاهدين معنا هناك تخبط من قبل الاهل وعدم وضوح الصوره التامه، والطلاب يعني كلمات بيضحكوا علينا. يعني وسط كل هذه الاجواء، وسط كل هذه التعبيرات والكلمات، كيف او ماذا تقول؟ حقيقه هي رساله لابد ان اوجهها للاهالي، وحط الاخت والمتحدثين اللي تحدثوا قبل او ما بعد الاطفال. الاضراب يؤثر لكن بشكل نسبي. وهنا بيجي دور الاهل، يعني هناك في اضراب، هناك في مشكله قائمه، احنا الان بدنا نتحدث كيف اخرى مره ان نطلع من المشكله هاي باقل الخسائر، حتى مثلا اخرى مره يحققوا اصحاب الحق حقهم في مطالباتهم. كيف بدنا نواجه هاي المشكله؟ هاي بشكل نسبي، بقدر اهتمام الاهل مع ابنائهم، بقدر تمكين ابنائهم، بقدر ما هو راح يكون التاثير اقل. مشان هيك احنا بلقائنا الحالي، وشكرا لكم في تلفزيون الفجر، انه من الاهميه رفع مستوى التاهب عند الاسره.
بحيث انه الاسره يعني الاخت اللي بتحكي انه بيدوروا بالشوارع، ليش يدوروا بالشوارع؟ يفترض انه نكون احنا كاهالي عارفين انه في اشكاليه، اذا مهم جدا نبدا بتوجه ضبط ابنائنا، تفهيمهم ايش المشكله، الموضوع ما بيعنيك انت، بيعني معلمينك، ونفهمهم كمان في احقيه يعني راس الحكومه. وعليك التزامات. شكرا، راس الحكومه بيحكي انه في احقيه في الاضراب اللي هو الدكتور سلام فياض، اذا اهميه انه الاسره ترفع التاهب، هنا بيجي الحل السحري في الموضوع بانه اخرى مره نمكنهم في البيت اكثر، ليش يكونوا بالشوارع زي مع احترامي المشهد اللي شفناه، علما انه المشهد اللي شفناه يمكن بتكرر في الحال الطبيعي وهم رايحين وجايين على المدرسه، يعني مش فقط في حاله الاضراب، هذا وهم الطلاب رايحين وجايين على المدارس بيكون المشهد هذا موجود. هذا كان التصوير تحديدا بعد الحصه الثالثه. نعم. كان هناك تعليق للدوام وروح. نعم. فالفكره انه كمان مره انه الاضراب بشكل، وباكد عليها انه بشكل نسبي بياثر، وقد ما الاهل بيكونوا ارتفعوا مع موضوع ابنائهم قد ما بيكون الاثر اقل. من خلال اخرى مره تذكيرهم بانه بامكانك انت تقرا، ومناهجنا بالمناسبه كثير بيحكوا عنها انها سلبيه، لكن لا، انا بحكي انه مناهجنا وضعت بطريقة لاستثمار أو استخدام طرق مهارات التفكير العليا، بحيث من خلال الصور خاصة الصفوف الأساسية أنه كل درسهم عبارة عن صورة بإمكاننا أن نثير التفكير عنده حتى لو لا يقرأ أو لا تكتب الأم. نعم. لا يقرأ أو لا. إذن الآن من خلال الإرشاد التربوي في التربية والتعليم، ما هو المطلوب منكم في المرحلة الحالية؟ حقيقة مثل ما حكيت لك، إحنا قسم الإرشاد التربوي بالمديرية وحتى بالوزارة بنكون في وقت الأزمات، بالوضع الطبيعي إنه في إلنا أدوار واضحة، لكن بوقت الأزمات بيكون أكثر دورنا. وأول تجربة حكيت لك عنها كيف إنه بدأت إنه نحكي مع الأمهات، يعني شكلنا مجموعة من 25، وبالمناسبة أكثر من زميل لي يوم الأربعاء أكد إنه تواصل بنفس الطريقة، وياريت كمان دعوة للمدارس، دعوة للمجتمع المحلي بأنه يشكل فعلا مجموعات نساء تقرأ قراءة ذاتية. نعملها عادي عند أطفالنا، عندما يرى الطفل ابنه يقرأ قراءة، أبوه أو أمه بيقرأوا قراءة ذاتية، هو راح يتوجه للكتاب، وهنا مربط الفرس في موضوع أنه نرجع عندما يرى العائلة كلها بتقرأ، فبالتالي هو بتشجع بحمل الكتاب وبقرأ. والرسالة كمان المهمة نوجهها لذوي النفوذ وذوي العلاقة في موضوع حل مشكلته وإنصاف المعلمين، لأنه حقيقة يمكن بعيد عن موضوعنا، لكن مهم جدا انه نفهم كيف المانيا الوزراء بيطالبوا بمساواتهم بالمعلمين، لانه كما قالت ميركل انه اللي بخرج الوزير والرئيس والطبيب والمهندس هو المعلم، وبالتالي تخرج الوزير هو من مدرسه ومهم يهتم بموضوع المدارس. اذا سلطنا الضوء على الطلاب، على الاهل، الارشاد او قسم الارشاد التربوي، ماذا تقول للطلاب الطالبات؟ بحكي للطلاب انهم يهتموا بقراءاتهم، قراءاتهم الذاتية بركز كثير عليها لأن هي أساس، بركز عليهم كمان أنه ينتبهوا للفترة الحالية، إن شاء الله يكون الموضوع مش طويل، ويرجعوا لمدارسهم بانتظام حتى يحافظوا كمان على قيمهم وسلوكياتهم الموجودة أصلا في دواخلهم. كمان مرة لما حكينا عن التأثير السيكولوجي أنه بيأثر على انضباطهم في موضوع الزي المدرسي، في موضوع حلقة الشعر، في موضوع تقليم الأظافر، في موضوع هذه الضوابط ما بتعملها المدرسة حبا لا سمح الله بمثلا بأنه يشوف الطلاب في قالب واحد، لكن هي بتعملها المدرسة نوع من قانون الانضباط المدرسي، بحيث أنه الطفل يبدأ يكون عنده أرضية كيف هو يبدأ في تحمل المسؤولية والضبط الذاتي، يعني ما بدنا يظل الضبط خارجي، بالعكس هي فرصة، ليش حكيت إنه رب ضارة نافعة، فرصة لتعويد أطفالنا على الضبط الذاتي. مش روح على المدرسة، روح على المدرسة، بإمكانك إنك تكون أنت مدرسة. هاي الرسائل الإيجابية. كمان أخرى مرة بدي أرجع للأهل، أطفالنا لما نحكي أطفال بنعني إنه عدم النضج الذهني، وهنا كمان يعني بنحكي عن التوجيهي لحد 18 سنة. الطفل ليش هو ناضج جسميا لكن غير ناضج ذهنيا، بحاجة لحد يفكر معاه، حتى ابن الثانوية العامة، ابن التوجيهي، فهين بيجي دور الأهل إنهم يفكروا معاه إنه روح للتعليم، روح أنت يبدأ من جواته الضبط الذاتي ويتحمل مسؤولياته، هذا أهم إشي في موضوعنا. يعني أزمة وإن شاء الله مرحلة بتعدي وبنخرج منها بأقل الخسائر إن شاء الله، ونتمنى النجاح والتوفيق لطلبتنا، ولكم النجاح والتوفيق أيضا من خلال برامجكم اللي بتطبقوها مع المجتمع المدني.